تطورات متسارعة تشهدها النيجر. أحدث هذه التطورات هو إعلان مجموعة من القادة العسكريين في البلاد عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة. إعلان القادة العسكريين جاء في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني باسم المجلس الوطني لحماية الوطن. نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعون في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه. نؤكد التزامنا باحترام جميع تعهدات النيجر، كما نتعهد باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان. كما أعلن العسكريون أيضا إغلاق حدود النيجر وفرض حظر للتجول في أنحاء البلاد. تم تعليق جميع مؤسسات الجمهورية السابعة، وسيتولى الأمناء العامون للوزارات الأعمال اليومية. قوات الدفاع والأمن تدير الوطن، ونطالب جميع الشركاء الخارجيين بعدم التدخل. وفي أول رد فعل له على بيان القادة العسكريين، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، وحث مواطنيه في النيجر على تجنب المناطق الخطيرة. دعوة بلينكين جاءت عقب ساعات قليلة من محادثة هاتفية أجراها مع رئيس النيجر، وذلك وفقا للخارجية الأمريكية التي ذكرت أن بلينكين شدد خلال المحادثة على إدانة الولايات المتحدة لما اعتبره محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة والإطاحة بالنظام الدستوري في النيجر، كما رهن استمرار المساعدات الأمريكية لها بالحفاظ على الديمقراطية واحترام سيادة القانون، فضلا عن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.